والله نحن نزحنا من ريف سراقب الشرقي من تحت القصف والطيران الروسي. حسبي الله ونعم الوكيل، هايكل ادلب صفيت مخيمات يعني طلع الالاف. نزوح من القصف والطيران والحرب اللي صارت بالمنطقة. ليش انت هون؟ نازحين يا اخي من قصف النظام ونضرب في الطيران الروسي. ليش انت هون؟ نزوح نزحنا من القصف بشار وقصف روسيا الهمجي. من القصف يا اخي، والله قصفونا قصف وراح ابني، والله شاب من اول عمره، عندي 3 أطفال، والله العظيم حرق قلبي، الله يحرق قلبه اللي قصفوا لي ابني. روسيا الكذابين حيشوفوا موتي فينا، هو العالم ليش نصحي؟ ليش نصحي هو العالم؟ ديش بيوتها ورزقها وكل شيء عندها، هدول بيوت ما خلوا شيء. شو ما في حركة نزوح؟ حركت نزوح ادلب كلها وريفة نزحت، ما ضل حد في الضيعه، كلها طفشت العالم من قصف طيران وقصف روسيا. اتفرج على المناطق الحدوديه هي كلها توها جبال، كلها عالم ناسها، في عالم تحت الزيتون وناس تحت الضرب والقصف، في عالم بالشوارع نايمين بالحدايق. شو ما في نزوح؟ مين اللي عم يقول ما في نزوح؟ عم تكذب روسيا، كل العالم نزحت كذابين. روسيا عم تكذب على البشر انه عم تقول في ارهابيين في الجبل وفي ما في غير المدنيين، وما عم يحسنوا غير على الأطفال، وعم يشردوهم وعم يضربوهم في الطيران في اليوم شيء 100 غيرة. روسيا عم بتقول إنه ما صار تهجير للمدنيين. شو ما صار تهجير؟ ليش خلوا مدني ضل مدني هونيك؟ ما ضل لا مدني ولا شيء، الله يعني الطيور هاجرت وراحت.